هنا سؤال أيضا، هل المشاركة في بناء مسجد بمبلغ بسيط يعد من بناء مسجد أو يعني يعتبر من الأوقاف الجارية؟ المشاركة في بناء المساجد بمبلغ أو بأدوات أو بسلع يحتاج لها في البناء يعتبر مشاركة في هذا البناء، قل ما دفعه أو كثر ما دفعه، الحمد لله، وكلما أكثر كلما كان الأجر أعظم، وهو مشارك في هذا البناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، مفحص القطات كبر رأس إصبعك، بنى الله له بيتا في الجنة. التعامل يا أخواني مع كريم أكرم سبحانه وتعالى، ما نتعامل مع البشر يدققون علينا في الهلل والريال، وإنما التعامل مع الله، والتعامل مع الله مبني على ماذا؟ على توحيده، ومن كماله على حسن الظن وكمال الثقة به ورجائه سبحانه. نعم، والله أعلم. تقريبا إذا بنيت مسجدا لأبي هل لي مثل الأجر؟ إذا بنت مسجدا تريد أن تبر بهذا البناء، بهذا المسجد أباها، والأجر له، لها مثل الأجر وربما أضعف من أجر أبيها أكثر، لأنها اشتملت على عدة مصالح. بنت لأبيها مسجدا وقفا، ونيتها أن تبر أباها، فجمعت عبادتين: بناء المسجد عن أبيها وبر أبيها وهو ميت، فربما أجرها مضاعف على أجر أبيها. وفضل الله يا أخواني فضل واسع، فلنحسن بالله ظننا ولنعظم عليه رجاءنا.